انا خدمت في شركه اسيو 2000 سابقا اللي سميتها دابا جروب فيلا في، دونك تعرضت لبزاف المضايقات والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، وهذا التحرش والاعتداء كان تحت امرات وتحت اعين المدراء العامين للشركه، رؤساء المصالح، رؤساء الفرق الى اخره. دونك هذا السيد هذا ما كيخدمش بوحدو، هاد السيد هذا معاه مجموعه د الناس اللي كيعاونوه في هاد الشيء هذا ديالو، واللي كيسخروا له هاد استغلال البشر واستعباد البشر. السيد جاك بوتي ما كيخدمش بوحدو، كيدوز من جميع المسؤولين ديالو. اذا عجبته شي بنت او عجبات شي وحده من المدراء العامين ديالو، كيصيفط ليها الاقتراح ديالو، وكتطلب هي كذلك ومثل اي حاجه وبغاتها لديك المسؤول اللي صيفط ليها، وبالمقابل علاقه جنسيه. انا تلقيت عرض من عند المسؤوله ديالي المباشره انني نمشي معها من اجل علاقه جنسيه شاده هي ومدير عام اخر، يعني كتقصد بها علاقه ثلاثيه جنسيه وشاده. ملي رفضت تعرضت للتعذيب والتعذيب النفسي والاعتداء بشتى الطرق في هذه الشركه هذه، حتى انني اضطريت انني نمشي في حالتي من الشركه ونجلس في الشوماج. كما في العالم كامل وحسب طبيعه الانسان ملي كيتلقى شي عنف نفسي او مادي او معنوي، كل واحد كيرد على هذا العنف. كاين اللي كيتقبلوا بزز منه لان الشخصيه ديالو هكذاك، او هذه رده فعل اللي عطاتو ديك اللي جات في ديك الوقت. كاين الناس اللي تقبلوا حسب الظروف ديالهم، ما نقدرش نحكم عليهم، تقبلوا بعض الحاجات واللي باقيين خدامين تما واللي تعطات لهم بزاف ديال المزايا. وكما قلت لكم اذا ما تقبلتيش كيجريو عليك او كتخرج بحالك بوحديتك، كيبقاو يضيقوا عليك حتى كتخرج بحالك بوحديتك. هاد السونتر هاد الممارسات اللي كدير فيه كانت معروفه من شحال هادي، وملي كنت فيه كانت هاد الممارسات، وخرجت وخليت هاد الممارسات. انا انقطعت العلاقه ديالي مع الناس اللي كيخدموا تما لانها كانت فتره خايبه في حياتي وكنتمنى ننساها. اذا قطعت العلاقه ديالي مع بزاف ديال الناس اللي كانوا تما. كنتمنى ان هذا المركز يتشد، وان هاد الناس هادو اللي عاونوا هاد المغتصب واللي عاونوا هاد البيدوفيل انهم يمشيوا للحبس، تو سامبلومون، حيت المتستر على المجرم مجرم.